ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هادشي صادم، شوفوا شنو وقع لمعلمة من طرف مديرة مؤسسة. بكثير من الغبن، عبرت معلمة بمدرسة خصوصية أنها تعرضت لاعتداء جسدي مقرون بالطرد التعسفي من طرف مديرة مؤسسة خصوصية رفقة زوجها، وأكدت من خلال فيديو تناقلته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لاعتداء من طرف المديرة وزوجها بعدما تم الإساءة لابنة المعلمة والتي تدرس بنفس المؤسسة التعليمية الخاصة بداعي أنها تبدر الماء، فما كان من المعلمة إلا أن انتصرت لابنتها، الشيء الذي لم تتقبله المديرة وبادرت بالاعتداء على المعلمة بمعية زوجها هذا، وتطالب المعلمة بضرورة إنصافها وجبر الضرر الذي تعرضت له رفقة ابنتها. السلام عليكم الخوت، انا تعرضت للضرب من طرف المديره ديالي، وتعرضت من الضرب راه ما بقدرش نهضر. انا تعرضت دابا حاليا للضرب بسبب انني دافعت على البنت ديالي، بغات تضربها المديره ديال المؤسسه اللي انا خدامه فيها. انا حاليا راه ما غنسكتش على حقي، وكنطالب بالجمعيه يتدخلوا حلص على بنتي، خلص عليها وقطعت لها لا سيغونس غير باش يعطوها الثقه ويتعاملوا معها مزيان. انا ما خصنيش يتعاملوا مزيان، انا هاد السيده غيتبعدي على بنتي، ما تعاملاتليش مزيان مع بنتي، هبطت كنهضر اقسم بالله الكاميرا راه عندها لداخل، راه شاده هاد النهار اللي هو شحال هاد النهار في شهر 10، شهر 10 2023، الاستاذه ديال اللغه الانجليزيه كتعرض للضرب من طرف مديره المؤسسه ومن طرف الزوج ديالها، ما كاينش ليه هضر من غير الميتريس، كيفرقوا الميتريس حاضرين كيفرقوا، وهو شد فيا جالس كيعبس فيا وجالس باغي يدير لي التليفون ديالي. المديره كتخسر الهضره، مديره المدرسه اللي هي نورمالمون خاصها تكون قدوه جالسه كتخسر في الهضره بواحد السب. انا واخا تعصبت على بنتي وتعصبت على الحاله وطحت في الارض ومرمدوني وجرحوني في يدي، مع ذلك ما خسرتش الهضره حيت النيفو ديالي ما كيسمحش انني نخسر الهضره، بينما المديره صاحبه المدرسه جالسه كتخسر لي في الهضره، كتقولي خرجي ثلاثه ديال النقاط عليا من هنا، خرجي ثلاثه ديال النقاط، وتقولها وتعاود وتقولها، عبرات على النيفو ديال هاد السيده. وانا حاليا كنطالب بالحق ديالي والحق ديال بنتي اللي نورمالمون تقدر تعقد، ما تبقاش تبغي تمشي لشي مدرسه على هذا التعامل اللي شافته بنتي هذا النهار، وعلى هذا الظلم اللي انا تظلمت. انا كنطالب في هذه الدوله هذه ياخذوا لي الحق ديالي من هاد الناس اللي تكرفصوا عليا ومرمدوني في الارض، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ولكن انا كنتمنى اي واحد شاف لا فيديو ديالي يبارطاجيها لخوت، انا باغا شي جمعيه، انا ما فحاليش